ويا هلا وغلا، حياكم الله بوصفة جديدة سهلة وسريعة ومحببة وتصلح تتفرزن، ومن الأشياء المحببة بالشهر الفضيل. الله يلحقنا وياكم، تعالوا مع بعض نسويها. عندي هنا 4 بطاطسات كبار مسلوقة، وبعدين بشرتها بشر، يعني هرس بأي طريقة أنتم تفضلون، لكن أنا أشوف أن البشر أفضل. راح أضيف لهم، عندي هنا ملح وبابريكا وكمون وكزبرة ناشفة، وهنا نفس الشيء كزبرة فريش مفرومة ناعم. راح أحرك المكونات كلها مع بعض وأضبط الملح، وبعدها نرجع للخطوة اللي بعدها. خلطت كل المواد مع بعض وطلع الخليط بهالشكل، بتركه على جنب وتعالوا هنا للخطوة اللي بعدها. حطيت هنا بالمقلة 4 ملاعق سميد، وحط عليهم ملعقة زيت، وأستمر بالتقليب. حركت السميد مع ملعقة الزيت، وراح أضيف لهم 4 ملاعق موية، وأستمر بعد بتقليبهم لحد ما تطلع عندي مثل العجينة، يعني كلهم يصيرون عجينة. تكونت عندي عجينة مثل ما أنتم شايفين، خلاص بشيلها الآن. على فكرة زدت تقريبا، حطيت 5 إلى 6 ملاعق على حسب أنواع السميد. أخذت العجينة اللي تكونت عندي وأضفتها على خليط البطاطس. بخلط المواد كلها مع بعض، ونفس الشيء أرجع أضبط الملح من أول وجديد وأرجع لكم. ببدأ الحين بالبطاطس، راح أصلحها على شكل أصابع. عندي هنا شوي موية بين راحتين اليد، اللي تبي تلبس جوانتي تلبس، واللي ما تبي مو بلازم، أهم شيء إنك متأكدة من نظافة نفسك، وأنت اللي تبي تاكلين اللي أنت طبختيه سويها. طبعا أنتم قرصوها بالشكل اللي أنتم تبون، أنا من باب التغيير عن أنواع الكفت راح أخليها على شكل أصابع بهالشكل. بكمل الكمية كلها وأرجع لكم. نجي هالحين للتغطية، عندي هنا بيض، وبعدين نوديها للدقيق ونرجعها مرة ثانية للبيض، وبعدين على البقسماط. بكمل الكمية وأرجع لكم. نقليها بزيت غزير وحار، ممكن انكم ترشونها بالزيت تحطونها بالقلاية الهوائية، وممكن يكون خيار القلي على راحتكم.